السلام عليكم. لا شك أنك شاهدت أفلام الفنون القتالية من قبل، لكنك لم ترى أبدا مثل هؤلاء الفتيات، حيث يضم مقطعنا مجموعة من لاعبات الكونغ فو الأمهر في العالم على الإطلاق. أبرز هؤلاء اللاعبات هن كيكو فوكودا، أول امرأة تصل لمستوى متقدم في رياضة الجودو، وأيضا تايون كيم التي تحدت كافة الصعوبات وتحولت إلى نجمة شهيرة. لهذا ابقى معنا للاستمتاع بهذه المهارات الرائعة. ولكن كعادتنا وقبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على جرس الإشعارات حتى تتابع مقاطعنا الجديدة. كلوي بروس. تدعى هذه المرأة بلقب بروسلي النساء. بدأت كلوي ممارسة الفنون القتالية بعد رؤيتها لأخيها أثناء تدريبه، وبدأت في 8 من عمرها أولى خطواتها مع رياضة التانك سودو الكورية. لم يستغرق هذا الأمر منها سوى 2 كي تشارك في الدورات والمسابقات الرسمية في العالم، بل وهي في 12 فقط من عمرها حصلت على لقب WKA بريتش. كما وقع عليها الاختيار لتكون واجهة بريطانيا في البطولات المختلفة، واستمرارا لهذه النجاحات الساحقة حصلت على لقب العالم في سن 13. تشتهر هذه اللاعبة بركلة العقرب المميزة. بجانب الرياضة هي أيضا ممثلة محترفة. بالفعل إنها ظهرت بجانب شقيقتها غريس في الجزء الأول والثاني من سلسلة أفلام هاري بوتر وديثلي هالوز. وكي لا ننسى، قد سجلت كلوي اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين. المرة الأولى لقيامها ب39 ركلة عقرب في دقيقة واحدة، والأخرى لقيامها بأقصى عدد من الدورانات على قدم واحدة في 60 ثانية. ثانيا، كوبرا داغلي، بطلة العالم في الفنون القتالية، وهي تركية الجنسية، وحققت أقوى إنجازاتها عام 2016 بحصولها على الميدالية الذهبية التي أقيمت في ليما عاصمة بيرو. إن اللاعب في مباريات البومسي يقوم ببعض الحركات القتالية كردود أفعال على هجمات يتلقاها من منافس وهمي وغير موجود. تتدرب كوبرا مرتين يوميا، ويبدأ يومها في 5 فجرا. في الواقع هي لا تتوقف عن التدرب سعيا للحصول على ميدالية ذهبية بالأولمبياد. ورغم أن البومسي ليست رياضة أولمبية، إلا أنها ستحقق ميدالية ذهبية في حالة ضمها للرياضات الأولمبية يوما ما. ولكن أكثر ما جذب الانتباه للمشاهدين هو حجابها الذي يعطيها بريقا وتميزا فريدا من نوعه. فريق دوليان جانكسو. يستخدم هذا الفريق رماحا حقيقية أثناء تأدية عروضهم الخطيرة، وهو أسلوب خاص بهم طوروه واستعرضوه لأول مرة أثناء فعاليات رياضة الووشو عام 2014، مما ترك لجنة التحكيم والمشاهدين جميعا في حالة من الانبهار. ظهرت لعبة الووشو أول مرة في عام 1949، ومنذ ذلك الوقت أصبحت رياضة رسمية يمثلها الاتحاد الدولي للووشو. كانت أول بطولة رسمية في بكين عام 1991، ومن وقتها تعقد، ومنذ ذلك الحين تعقد كل 2. إن هؤلاء النساء يمتلكن مهارات استثنائية بجانب الدقة المتناهية. أي حركة خاطئة قد يقومون بها قد تودي بحياة إحداهن، وذلك نابع من تدريبهم لفترات طويلة والتزامهم بجدول صارم لتخرج كل حركة بنسبة أمان 100%. أنجيلا لي. أنجيلا فتاة أمريكية كندية من أصول صينية سنغافورية كورية. نعم، أنا أعرف أن الأمر مختلط كثيرا، لكنها كذلك بالفعل. إن أنجيلا هي محترفة في الفنون القتالية المختلطة، لا تشارك سوى في بطولة واحدة، ويغلب عليها طابع فنون القتال المشتركة على النمط السنغافورية. في 5 مايو من عام 2016 أصبحت أنجيلا أصغر من يفوز بلقب عالمي في رياضة الـMMA. كانت هذه البطولة للوزن الخفيف 115 رطلا بعد انتصارها على مايا ماغوتشي. احتلت المركز 14 على مستوى العالم في فئة الوزن الخفيف، وحسب تصنيف فايت ماتريكس لعام 2017 عن استحقاق تام لنجاحها في الانتصار على العديد من منافسيها. كما حصلت أنجيلا على مكافآت مالية بقيمة 68,200 دولار سنغافوري لأدائها المتميز، لتتحول إلى أغلى لاعبة MMA في فترتها العمرية.
كيكو فوكودا محترفة في فنون القتال، وولدت عام 1991 من أصول أمريكية يابانية، وصنفت كأفضل لاعبة جودو على الإطلاق، وتعتبر آخر تلامذة الأحياء لكانوجي كورو مؤسس رياضة الجودو. بالإضافة إلى ذلك هي المرأة الوحيدة في التاريخ وصولا للدان العاشر في الجودو. عملت كمدرسة للجودو عام 1937 وتخرجت في نفس العام من كلية الأدب اليابانية. بعد ذلك انتقلت لتدريس الجودو بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت اسم نادي سوكو جوشي للجودو على مدرستها الخاصة بتعليم تلك الرياضة، وتخلت بنهاية المطاف عن جنسيتها اليابانية مقابل الجنسية الأمريكية. وتعد تلك المرأة العظيمة خير نموذج قد يحتذي به النساء المغرمات بتعلم الفنون القتالية وإتقانها. ريكا أوسامي، تعرف هذه المرأة بملكة الكاراتيه، هي مدربة كاراتيه شيتوريو، وأهم إنجاز حققته كان عام 2012، وذلك حين فوزها ببطولة العالم للكاراتيه. تأثرت هذه المرأة في بدايتها بإحدى المقاتلات بعد مشاهدتها على التلفاز، مما دفعها لممارسة الكاراتيه بعمر العاشرة والالتحاق بأحد مراكز تعليم مهارة القتال بالقرب من مسكنها بالعاصمة طوكيو. كذلك كان أخوها يمارس الكاراتيه، وشاركت الفتاة في أول بطولة رسمية لها في 12 من عمرها، وكانت تملك وقتها الحزام الأخضر، ومنذ ذلك الوقت وضعت مكانا لها في بطولات أكثر أهمية وشهرة. ريوكو تاني، سياسية ولاعبة جودو متقاعدة، يا له من مزيج غريب. نعم، توجت بسبعة ألقاب عالمية وخمس ميداليات أولمبية، بالإضافة لميدالية ذهبية بأولمبياد سيدني 2000 وأخرى بأثينا عام 2004. وبعد أن قامت بالاعتزال، لقبها الاتحاد الدولي للجودو بأفضل لاعبة جودو في التاريخ، كما أنها نالت شرف الانضمام لمجلس المستشارين بالبرلمان الياباني سنة 2010. وحققت ريوكو كل هذه الإنجازات فقط بطول لا يتخطى 4 أقدام و9 بوصات وبوزن أقل من 50 كيلوغرام. أما عن الهزائم التي تلقتها فهي لم تخسر قط سوى 5 مباريات خلال تاريخها الممتد لمدة 20 عاما بعالم الكاراتيه. تاي يونغ كيم، لم تنعم تاي بحياة سهلة في بداية الأمر، حيث اضطرت لتحمل انتقادات أسرتها لها حتى حققت لنفسها مكانة كبيرة في عالم الفنون القتالية. كان كل ذلك بفضل إيمانها العميق بقدرتها على تحقيق كل ما تحلم به، رغم شعورها بأنها منبوذة في بعض الأحيان، وإنها قضت وقتا طويلا تحضر لرسالة الماجستير كي تحقق أفضل ما يمكن. كما أنها عارضت وبشدة قانون بلادها الذي يمنع النساء من ممارسة الفنون القتالية بشكل قاطع، وواجهت بعد انتقالها للولايات المتحدة الأمريكية عوائق كثيرة جدا لم تمنعها من السعي نحو حلمها، حيث أنها قامت بتأسيس شركة لتحسين الأوضاع وحل المشكلات في كل مكان بالعالم. هي الآن أعظم أحد الرموز الملهمة لملايين الناس. سينثيا روثروك، قد يكون وجهها مألوفا لك، ذلك لكونها ممثلة أمريكية رائعة تشتهر بتقديم أفلام الأكشن والفنون القتالية المميزة، ذلك بجانب عملها كمعلمة لفنون القتال. هي من أمهر ما يكون، لما لا؟ هي حائزة على الحزام الأسود في 7 أساليب قتالية مختلفة، وحاملة ل5 بطولات عالمية قبل أن تقتحم مجال التمثيل. هي أول امرأة تتصدر غلاف مجلة متعلقة بالفنون القتالية، كما شاركت الممثل جورج تشان في تأليف كتابها بعنوان Advanced Dynamic Kicks. يوانا ياجايتشيك، يوانا بولندية الجنسية محترفة في فنون القتال وذات خبرة كبيرة في رياضة المواي تاي، إنها تشارك في البطولات المختلفة في فئة الوزن الخفيف. بالفعل صنفها اتحاد UFC كأفضل ثاني لاعبة في تلك الفئة بأكتوبر من عام 2020 الحالية. اكتشفت يوانا مهارتها مبكرا في عمر 16، وبدأت في ممارسة المواي تاي حتى أصبحت تواجه منافسيها من شتى بقاع العالم. ظلت تقاتل ل10 سنوات متواصلة، محققة لأكثر من 60 انتصارا سواء في المواي تاي أو الكيك بوكسينج. يصنف يوانا البعض بأنها أفضل مقاتلة في العالم، ذلك لدقة ركلتها وقوتها الفتاكة. أغاثا وونغ،
لاعبة ووشو فلبينية الجنسية، مثلت الفلبين في مختلف بطولات الووشو العالمية. هي متخصصة في أسلوب التولو وحققت أولى ميدالياتها عام 2013 ببطولة آسيا للناشئين والتي أقيمت بمسقط رأسها بالفلبين، كما حازت على ذهبيتين بكوالالمبور عام 2017 وذهبيتين بالفلبين عام 2019. يا لها من فخر حقيقي لأهل بلدها. جاي تشو. تأتي جاي تشو على رأس قائمتنا هذا. هي مقاتلة صينية وممثلة حائزة على بطولات عديدة في رياضة الوشو. يعود تفوقها في هذا المجال لأمها زوجوان، حيث كانت هي الأخرى لاعبة ومحترفة في رياضة الوشو القتالية. بدأت جايت في ممارسة الوشو بعد أن هاجرت وعائلتها لإيطاليا، حيث مثلت إيطاليا في البطولات المختلفة وفازت 3 مرات على التوالي، لتدخل بعدها الوسط الفني كممثلة، حيث قدمت بطولة المسلسل الصيني الشهير The Legend of Wing Chun، كما استدعيت عام 2012 للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها شركة سيركوا دي سوليي الكندية. وبجانب تاريخها الكبير كلاعبة، فهي مدربة متمكنة، حيث أقامت عام 2018 ورشة ضخمة بولاية نيفادا لتدريس الوشو والكشف عن أشهر ضرباتها. إلى هنا أصدقائي ينتهي فيديو اليوم. اتركوا تعليقاتكم عن أمهر فتاة قد أدهشتكم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على لايك، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.